احدث تكنولوجي موجوده في الاكس راي جنريتورز هي الهاي فريكوانسي جنريتور. الهاي فريكوانسي جنريتور بيبروديوس نيرلي كونستانت بوتنشال ويف فورم، يعني بيسكلي الاوتبوت بتاعه بيبقى اولموست حاجه بالشكل ده كده، بيبقى اولموست يعني عند نفس الفولتج طول الوقت. وده طبعا بيحسن جدا 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 الايمج كواليتي بتاعتي، وبيحسن ايمج كوانتيتي برضه بنفس الشكل. الافشنسي بتاعت الجنريشن بتبقى ماتش هاير لما بعملها بالشكل ده. الفكره بتاعت الهاي فريكوانسي جنريتور ان انا باخد الاي سي العادي جدا اللي هو من المينز، بعمل له فول ويف ريكتيفيكيشن، بعمل له فلتر بعد كده بحيث احوله لدي سي. دي سي طبعا بيبقى الفولتج بتاعه بيبقى يعني باخد ال 220 بعمل لها بس مجرد ان انا بخليها تبقى اولموست عند يعني الليفل بتاع السيجنال بتاعتي بتبقى مثلا 220 فولت مثلا دي سي. بعمل لها انفرجن، الانفرتر بيبقى هدفه ان هو ياخد دي سي ويحوله لاي سي، يحوله للفريكوانسي. بس انا بعمل الانفرتر ده بشكل بحيث يخليه لي الفريكوانسي تبقى فيري هاي فريكوانسي، بتكلم على 100 كيلو هرتز مثلا حاجه، يعني عاده ممكن تبقى مثلا عاده من 25 ل يعني من 500 ل 25000 هرتز مش 100. يعني 100 دي بتستعمل في السويتش مود باور سبلايز، يعني دي مختلفه شويه كابلكيشن مختلف. فبيسك لما انا برفعها الفريكوانسي عاليه جدا بالشكل ده كده، لما باجي بعد كده بعمل لها ترانسفورميشن، بعمل لها هاي فولتج ترانسفورمر. الترانسفورمر لما بستعمله في هاي فريكوانسي بيبقى حجمه اصغر اولا، بيبقى الافشنسي بتاعته اعلى، وفي الاخر بعد ما بحصل عليه بعد كده في الناحيه الثانيه لما بعمل له فول ويف ريكتيفيكيشن بيبقى اولموست دي سي بالشكل ده كده، وبالتالي بحصل على الفولتج ويف فورم هنا تبقى اعلى ما يمكن. يعني بتبقى بيسكلي الفاريشنز حوالين الكومن فاليو اللي هي البيك فاليو بتبقى قليله جدا 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 في الهاي فريكوانسي جنريتور، وبالتالي كافشنسي بتبقى احسن بكتير جدا وافضل من بقيه الجنريتورز سواء السنجل فيز او الثري فيز، لان هي بيسكلي بتخلي الفريكوانسي اللي طالعه بتبقى اعلى بكتير جدا، فبالتالي لما اعمل لها ريكتيفيكيشن بتبقى اولموست دي سي.